خطبة البيان لا سيما عند قسم من الناس رجال ونساء، إذا القرآن يصدق خطبة البيان عندهم أكثر صدقا من قال في خطبة البيان. يبا خطبة البيان ما إليها مصدر صحيح عند علمائنا، غير معتبرة. راجعوا الاستفتاءات الموجودة على مواقع العلماء ما إلها اعتبار أصلا. كتاب بيان الأئمة كفانا المؤونة فيه المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي الله يحفظه إن شاء الله، وهو كاتب محقق. أنا أنصح الإخوة الذين عندهم فرصة وتوجه للبحث والتحقيق أن يقرأوا كتب هذا العالم. عنده كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم، صحيح من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وجملة من الكتب النافعة من ضمنها بعضها فيها القضايا حول حقيقة رواية الجزيرة الخضراء، يفندها سندا ومتنا ويناقشها لا يبقي منها حجرا على حجر. فد مدة صارت قضية الجزيرة الخضراء وقالوا في مثلث برمودا واللي يبغى يروح يتوكل على الله، بسم الله. زين ما صارت أيضا حملات إلى مثلث برمودا. هذا فيه أولا من الإشكالات أنه توقيت تقريبي، وعندنا من الروايات كذب الوقاتون كما في صحيح زرارة، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون. ليش توقت توقيت وأنت ما عندك علم ولو تقريباً؟